السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرشدي في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي، الوحدة الأولى. إذن اليوم عندنا درس في الصرف والتحويل حول الفعل الصحيح والفعل المعتل. من سبق أن تطرقنا في الصرف والتحويل للفعل المجرد والمزيد في الصفحة 14، إذن اليوم عندنا الصفحة 27. إذا ننتقل إلى الصفحة 27 لبدء هذا الدرس حول الفعل الصحيح والفعل المعتل. إذا نبدأ بالقراءة والملاحظة. إذا أقرأ وألاحظ. درست نجاة بفرنسا، مرت بعدة مراحل دراسية، ملأ طموحها الجرائد الفرنسية، وكانت إذا وضعت هدفا ونال إعجابها سعت إلى تحقيقه. لقد وعت نجاة أهمية العلم فطوت سنوات دراستها بتفوق. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ هنا يا أفعال ملونة، يعني مكتوبة بلون مغاير. هذه الألوان، هذه الأفعال هي متنوعة، منها الفعل الصحيح والفعل المعتل، وفيها أنواع الأفعال الصحيحة وأنواع الأفعال المعتلة. إذا ننتقل إلى التحليل لنحلل هذه الأفعال. إذا أقرأ الجدول بثم أميز بين أنواع الفعل الصحيح وأنواع الفعل الذي به حرف علة. به حرف علة، إذا هنا يا السالم. إذا أنواع الفعل الصحيح هي ثلاثة أنواع. إذا هناك الفعل السالم، وهناك الفعل المضاعف، وهناك الفعل المهموس. إذا الفعل السالم هو الذي سلمت حروفه من التضعيف والهمس، والفعل الصحيح هو الفعل الذي يعني سلم من حروف العلة، يعني أحد حروفه كلها تخالف حرف العلة. إذا هذا هو المقصود بالفعل الصحيح. والفعل المعتل هو الذي أحد حروفه حرف علة. والفعل الصحيح ينقسم إلى ثلاث أقسام. مثلا هنا لدينا الدال والراء والسين، إذن لا تحتوي لا على حرف العلة، إذن الفعل صحيح، ولا تحتوي على التضعيف، يعني حرف مشد عليه الشدة أو لا حرف مكرر أو لا مدغم، إذن هذا يعني ليس بالمضاعف. ثم لا يحتوي على حروفه كلها تخالف الهمزة، وبالتالي فهذا الفعل سالم. بالنسبة للمضاعف هو الفعل الصحيح، يعني الذي ليس حروفه حروف علة، وفيه حرف مدغ يعني فيه إدغام، يعني فيه حرف مضاعف. إن أصل هذا الفعل مرر. إذن عوض ما نقول مرر كنقول مرة. إذن هذا مضاعف، لماذا؟ فيه تكرار الحرف، فيه تكرار لأحد الحروف. هذا هو المقصود بالفعل المضاعف. ثم الفعل المهموز هو الذي أحد حروفه مهموز، فيه همزة، سواء في الأول أو في الوسط أو في الآخر. مثلا ملأ في الآخر، ولكن مثلا أخذ في الوسط، سأل في عفوا أخذ في الأول وسأل في الوسط. إذن هذا بالنسبة للفعل الصحيح. بالنسبة للفعل المعتل هو الذي أحد حروفه حرف علة أو حرفين. مثلا هذا الحرف الواو هو حرف علة، لأن حروف العلة ثلاثة. حروف العلة هي حروف العلة هي الواو واي واي، الواو والألف والياء. إذا هنا يا حرف العلة هو الواو. إذا هذا فعل معتل أول ويسمى المثال. هذا الفعل معتل وسط ويسمى أجوف، وهذا الفعل معتل الآخر ويسمى ناقص، وهذا الفعل معتل الوسطي والآخر مفروق، يعني فرقهم حرف غير معتل، خير حرف غير حروف العلة، لهذا يسمى مفروق. إذا باش تعقلوا عليها، عقلوا على مفروق الحروف العلة كيف فرقهم حرف آخر غير حروف العلة. مقرون، يعني هناك إقران بين حرفي العلة، ولهذا يسمى اللفيف المقرون. إذا ننتقل إلى السنتيج. الفعل الصحيح حروفه الأساسية ليس بها حرف علة. إذا الحروف الأساسية، عندما نتحدث عن الحروف الأساسية، يعني أن الحروف الأساسية يعني داك الشيء علاش حنا قرينا المجرد والمزيد، لأن خصنا نحذفوا الحروف الزيادة. حينئذ نقدروا يعني نردوا الحروف ديال الفعل الأساسية، ثم كنحكموا عليه هل هو صحيح أم غير صحيح.
هل هو صحيح أم معتل؟ مثلا غادي ناخذ واحد المثال، استنتج، هذا الفعل استنتج، هناك من سيقول على أنه معتل لأن فيه ألف وألف حرف علة. لا، إذن في هذه الحالة يجب أن نجعل الفعل مجردا، نحذف حروف الزيادة، إذن الحروف الأصلية نتاعو هي نتج، حينئذ سنقول هل هذا الفعل معتل؟ طبعا فهو فعل صحيح، إذن هنا سالم. إذن هنا خصنا ننتبه جيدا، إذن هنا هذه الحروف أساسية مهمة. الفعل المعتل هو أحد حروفه الأساسية على الأقل حرف واحد معتل. إذن هنا غادي ندير واحد المثال عاوتاني، هنا مثلا يائسة، هل هذا الفعل سنقول عنه يعني مهموز حيث فيه الهمزة؟ لا، لأن شنو اللي خلاه خرج من الصحة هو وفيه حرف علة، اعتل مرض، العلة هي المرض. إذن هذه الأفعال ربما نقوله مريضة، ما الذي أمرضها هو حروف العلة، ولكن هذا الفعل ليس صحيح، لماذا؟ فيه علة، ولهذا ما غاديش نقول عليه مهموز، سنقول عنه فعل يعني يائس، فعل مثال، مثال لأنه معتل الأول. إذن وهذا كل ما يتعلق بهذا الاستنتاج. ننتقل إلى أطبق، آتي بفعل صحيح مهموز وأركبه في جملة. إذن صحيح، ماذا نعني دابا بصحيح؟ نعني أنه ما فيش العلة. مهموز، ماذا نعني بمهموز؟ يعني فيه همزة. إذن هكذا، إذن نأخذ مثلا أمر الشرطي السائقة بالوقوف. إذن هنا أمر هو الفعل المهموز، صحيح صحيح، لماذا؟ لأن لا ليس فيه، إذن ليست حروفه، ليس أحد من حروفه حرف علة، حروفه كلها صحيحة، وما دام مهموز الأول فيه همزة له فإنه مهموز. إذن هذه الجملة. ننتقل إلى استمر، أولا أنجز حسب الجدول الآتي. إذن هنا عندنا الفعل، هل هو صحيح أم معتل، ثم نوعه. إذن نكتب هنا الفعل، إذن هنا غنحتاج ورقة مستقلة لأن الجدول سيكون جدولا طويلا، إذن غناخذ ورقة مستقلة ثم نجيب عن السؤال. إذن نوقف الفيديو، نكتب الأفعال ثم نجيب. إذن هذه الأفعال يعني كتبناها في هذا الجدول، إذن سنجيب عنها فعلا بفعل. إذن فرحة، فرحة هو يعني حروفه الأساسية، إذن هذه حروف أساسية زائد أنها ليس فيها حرف علة وليس فيها الهمزة وليس فيها التضعيف. إذن صحيح، نوعه سالم، إذن هو فعل سالم. فك، فك هو صحيح لأن ليس فيه حروف العلة، حروف أساسية، أصله فكك، إذن هذا فعل صحيح مضعف لأن فيه حرف مضعف مدغم. فاز، فاز فيه حرف العلة هو الألف، إذن هذا الفعل يعني معتل، ومعتل الوسط، إذن مثال، مثال، عفوا عفوا، أجوف، إذن أجوف ليس مثال، أجوف. يمتلئ، هنا خصنا نتقلبوا على الاصل ديال الفعل، الفعل الاصل نتاعو ملا، الحروف الاساسيه نتاعو هي ملا. اذا ما غاديش نشوفوا هذا اليوم ونقولوا الفعل معتل، لا، هذا الفعل صحيح لان ما فيش حروف العله، اذا حروفه خاليه من حروف العله، اذا هذا صحيح، وما دام الحرف الاخير نتاعو همزه اذا سنقول فعل صحيح مهموز. اجتهد، الاصل نتاعو الحروف الاساسيه جهد، إذن هو فعل صحيح لأن ما فيه ليس فيه علة، ثم حروفه الأساسية خالية من كل شيء سالمة، وبالتالي فهو فعل صحيح سالم. ثم يعتلي، عالية، عالية، إذن اعتلى، يعتلي، عالية، يعلو، عالية، يعلو، إذن هذا الفعل معتل. إذن المعتل الأخير مادام حرفه الأخير هو المعتل، إذن معتل ناقص. يستخرج أو استخرج، أصله
أو الحروف الأصلية نتاعو، يعني هنا فعل مزيد، إذا أصله خارج، إذا هذا الفعل صحيح لأن حروفه سالمة كلها، إذا هذا فعل صحيح سالم. نوى، نوى معتل الوسط ومعتل الأخير، وكاين إقران بين حروف العلة، إذا هذا فعل معتل لفيف مقرون. قال معتل الوسط، إذا معتل، ونقول أجوف، أجوف. وصى، الأصل نتاع الفعل وصية، إذا وصية فهو معتل الأول والآخر، مفروق حروف علته مفروقة، إذا معتل، معتل، ولفيف مفروق. لبس أو ليبس، عفوا، يبس، يبس، إذا معتل الأول، إذا هو فعل معتل. ومثال، مثال، الفعل حية، حية، هذا الفعل حية، إذا معتل الوسط ومعتل الآخر، إذا معتل لفيف مقرون. طوى، معتل الوسط ومعتل الآخر، إذا كذلك معتل لفيف مقرون. دنا، دنا معتل لأن عنده حرف علة في الآخر، معتل الآخر فهو ناقص. وفى أو لوفى، إذا عندنا وفى، من عاهد وفى، إذا وفى معتل، ومعتل الأول والآخر، إذا لفيف مفروق، لفيف مفروق. وعد معتل، معتل الأول، إذا مثال. عوى معتل كذلك الأول والوسط والآخر، إذا لفيف مقرون. جنى معتل، معتل الآخر، إذا ناقص. عام معتل، معتل الوسط، إذا أجوف. إذا هذا بالنسبة لهذا التمرين. إذا ننتقل إلى السؤال 2 والسؤال الأخير. آتي بثلاثة أفعال صحيحة وخمسة معتلة، ثم أركب كلا منها في جملة. هنا عطاونا ثلاثة، لماذا عطاونا ثلاثة؟ لأن في الفعل الصحيح عندنا ثلاثة الأنواع وعندنا خمسة في الفعل المعتل. إذا غنحاولوا نجيبوا خمسة ديال الجمل، كل فعل فيها بنوعه. إذا الجمل لقد تم إحضارها. إذا عندنا الفعل الأول رسم، فهو صحيح سالم. رسم الفنان لوحة جميلة. مد، مد فعل صحيح مضاعف. أخذ فعل صحيح مهموز. إذا هذا بالنسبة للفعل الصحيح ثلاثة. بالنسبة للفعل، إذا أخذ التلميذ القلم. بالنسبة للفعل المعتل، وقف، وقف التلاميذ تحية للعلم الوطني، إذا وقف مثال. نال، أجوف، معتل أجوف. نال المجتهد الجائزة. قضى، إذا ناقص، إذا قضى أفراد الأسرة العطلة في الشمال. إذا وقى، وقى لفيف مفروق. وقى الإنسان نفسه من الأمراض. نوى لفيف مقرون. نوى الصائم رغبة في الصيام. إذا هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس حول الصرف والتحويل، الفعل الصحيح والفعل المعتل، من كتاب مرشدي في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي.